يقول: هل يستطيع المعتكف أن يحضر الدروس وأن يطوف بالبيت؟ الدروس اللي داخل المسجد لا بأس، الدروس التي هي داخل المسجد الذي هو معتكف فيه لا بأس بحضورها، بل يؤجر على ذلك. أما إذا كانت الدروس في مسجد آخر فلا يخرج من معتكفه إليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.